اللي تمه طبعا كما اعلن في الطريق زياره القصر الجمهوري هي التنقل الشخصي للاشخاص فقط يعني للسيارات الخفيفه، واعلنوا انه سيفتحوا طريق ثاني من خط الذكرى طبعا خط ال 60. الخط هذا احنا طبعا كنا نفضل خطوط افضل منه اقرب، لان في خطوط كبيره بحجم سكان 5 مليون نسمه، يعني كانوا في خطوط كثيره قريبه، لكن مع هذا استجبنا لهم وقلنا كمان افتحوا خط المفرغ الذكرى 60 خصوصا سوق الرمادة موافقين عليه افتحوا هذا الخط. احنا الان منتظرين لانه هذا الخط اللي فتح عباره تنقل الشخصي للمواطنين فقط، اما احتياجات الناس الغذائيه وغيرها الحقيقه لم تدخل اي شيء الى داخل المدينه، تعز لا زالت هي محاصره كما هي عليه. نعم. اللي تم الان عباره عن زيارات شخصيه للمواطنين لزياره اسرهم فقط بين شطي المدينه، لان المدينه مقسومه قسمين، هذه هي الحقيقه، لكن احنا المنتظرين انه هذا الخط اللي قالوا سيفتحوه يعني منتظرين انه يتم فتحه. طيب استاذ عبد الكريم، يعني نعم حديثنا طبعا عن الطرق المغلقة التي لم تفتح بعد، يعني هل هناك بوادر استجابة من قبل الحوثيين عن فتح الطرقات المغلقة؟ الطرقات المغلقة هي كثيرة جدا جدا، مدخل المدينة حوالي 8 طرق أو 9 طرق. هم قالوا سيفتحوا خط واحد من خط ال 60 بعيد خارج المدينة، هذا خط يربط شرق تعز بغرب تعز، ما يدخلش يعني من خارج تعز، يبدا من تحت منطقة القاعدة، خارج تعز حوالي 25 كيلو. ومع هذا احنا منتظرين، هم الآن كانوا طلبوا أنهم يفتحوا خط اللي هو 60 ال 50 40 مدينة النور، هذا الخط خط عسكري. تم طريقة هندسة عسكرية، احنا لا نريد أن نعرض المواطن إلى مخاطر أمنية وعسكرية. نريد خط يعني يضمن المواطن سلامته ودخول البضائع بسلامة إلى داخل المدينة. الخط اللي اخترناه قلنا بدل ما يذهب الى مسافه ابعد يفتح من خط الذكرى الى خط ال 60 الى مفرق العبيد ثم يدخل الى سوق الرمادة الى عصيفره، هذا الخط يعتبر طويل جدا، ومع هذا نعتبره حل لا باس فيه، سيحل جزء من المشكله الكبيره اللي تعاني منها تعز الحصار من سنوات طويله. نريد هذا الخط، هم الان لم يتمنعوا الى هذه اللحظه، هم اللي يقولون هذا الخط لا زال تحت الدراسه سيدرسون، لم يرفضوا نهائيا ولكن قالوا لا زال تحت الدراسه، احنا منتظرين طيب. ان يوافقوا عليه، اذا وافقوا عليه سيحلوا جزء من المشكله اللي بالنسبه لمدينه تعز.